طيب في الجزء السابع بدنا نعطي يعني شوية هينتس صغار إنه how to use the decision tree في لنتعمل using R. R حكينا عنها المرة الماضية إنها لغة برمجة للإحصائية. فهاي عنا داتا، هاي داتا روح نزلها exactly اعمل كوبي لهاي الداتا هيك مصممة اللي هي هاي دي اوتلوك هيوميديتي ويند او بلاي او دونت بلاي، وهاي اللي هي احنا داتا او المثال اللي احنا بندرسه يعني بتقدر تشوفه في بدايه المحاضره. هاي وببلش دي واحد كان صني هاي ويك نو اورياس. خذ هاي الداتا، هاي عندنا 14 هيستوري 14 يوم، خزنها نحطها ب input.csv. بعدين روح على ال R اكتب هاي require C50 اللي هو الباكج تاعت الديسيجن. هاي مش ضرورية بس هاي إذا بدك ترسم، لأن هيني أنا هون رسمت، هاي أنا رسمت الديسيجن، إذا ما بدك إياها مش مهم. وهي يطبع الشاشة كله choose the data when file prompted. بعدين كله داتا سيت ايكوال ريد دوت تيبل، وكله وانه له فيه هيدرز، الهيدر ترو، وانه سبليتد باي كوما، هاي في سبليتد باي كوما بس. هلا بعدين بتجيب الداتا، في العمود الاول هذا لب ناشيه مزبوط، فمن كله داتا سيت ايكوال داتا سيت، بدك تحط له هاي الطريقه عشان يمحى العمود الاول ما بدك. هلا وهذا هو الكوماند اللي بيعمل السحر، بتقول له موديل ايكوال C5.0، تعطيه الاكس اللي هم الفيتشرز اللي عندك هذول اللي هم صني وهاي وويك، شايفين هذولا هذول الاكس، هذول الفاريبلز او الفيتشرز. وبعدين بتقول له الرابع هذا اللي هو هذا الرابع، بتقول له هذا هو واي بس ولا شيء ثاني. يعني كله موديل ايكوال، هلا اللي بده يبني الموديل وحط لك اياه جوا هاي الفاريبل اللي سميته موديل، فهو لحاله بس اعطيه اكس واعطيه واي وخلصنا. اذا بدك ترسمه ترسم الموديل تبعك تقول له موديل وارسم لي اياه، هذول بس شو يطلع لك على الرسم، يطلع لك هيك بس. طيب حاول نفهم هذول شو هم. هاي شكلها رقم النود إذا أنا مش غلطان، 1 2 3 4 5 رقم النود. هاي اسم الفيتشر، هاي الفاليو تبعت الفيتشر. طيب هاي كم نود أجا تحت هاي الشجرة، كم نود أجا هون لما عملت كلاسيفيكيشن، وهاي الايرور ايكوال زيرو لأنها شجرة صغيرة. بس زي ما قلت لكم احنا ممكن نعمل بروننج ويطلع عنا هاي ما تطلعش صفر، تطلع رقم ثاني. ممكن ممكن يكون في نسبه ايرور هون. يعني شو معنى نسبه ايرور؟ يعني انه ما كملش، هذا هو الايرور ريت، انه لما قصينا بكى الايرور صغير. بس يعني معناها انه لما قصينا، يعني هنا عددهم هم كلهم ياس، بس ممكن يكون فيهم نوع. إذا هاي مش واضحة بفسر لكم إياها، تسألوني عنها. وذاتس إت. بس بدي أقول آخر شغلة، إنه هون في عنا قد يكون نحط variables ثانية. نقول له اعمل شفل للداتا. شفل رد خربشها، بلاش تبقى مرتبة بطريقة بتأثر على التعليم. ممكن نحط المينيمم كيسز، إنه المينيمم كيسز إنه كدي وين توقف،
ممكن نقول له كمان انه اعمل بس مثلا 2000 الداتا للتريننج او نصها للتريننج ونصها للتستنج او 80% تريننج و 20% تستنج هيك. فممكن يكون في باراميترز ثانيه. هذا بدناكش شو بالمشروع، هذا بتتعلموا انتم بالمشروع. بس بالنسبه لاستخدام ار للديسيجن تري هي فيري سمبل وما فيش اي شيء ثاني. في حدا عنده سؤال؟